بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه مع التسليم وبعد. نكمل ما بدأناه في الدرس السابق، وهو أنه مما مسلم به في التاريخ أن الحضارة الإسلامية بعد أن اتسعت رقعتها وانتشرت أفكارها اتصلت بأوروبا، ومعلوم إلى يومنا هذا اللي بيمشي إلى الأندلس في مناطق إسبانيا بيجد الآثار واضحة للغاية والمعارف واسعة للغاية، وأشهر المفسرين والفقهاء من انتموا إلى قرطبة، تقول فلان القرطبي مفسر القرآن، و ابن رشد صاحب في المذهب المالكي ألف كتاب وهو قاعدة لكثير من القوانين في دول أوروبا إلى يومنا هذا. اتصالهم هذا برضو جاء عبر أمرين، الأمر الأول الأندلس، والأمر الثاني عبر الحروب الصليبية التي وقعت في التاريخ. نقلت هذه المحاككة المباشرة كثير من المعارف والأفكار إلى أوروبا، وذلك ليس بقولنا نحن حتى يقال، فالفضل ما شهد به الأعداء. واحد اسمه مونتجمري وات بحث في التاريخ وانتهى به إلى كيف تأثرت أو حصلت النهضة في أوروبا وفقا للمعطيات الإسلامية. وده كان واضح جدا في القرن الخامس عشر. لما نقول القرن الخامس عشر نعني شنو؟ يعني 1401 بدأ القرن الخامس. ليه؟ لأنه يعني زي ما أنت تقول أنا في العقد الخامس، أنا في العقد السادس، أنا في العقد الثاني. عمر 21 سنة معناته هو في العقد الثالث بسنة، عمره 18 هو في العقد الثاني بثمانية سنوات، وهكذا. فالنهضة أثمرت في أوروبا ما أثمرته إلى يومنا هذا. بعدين أنا لقيت أنه في ناس بحثوا بحث دقيق جدا وأتوا بقرائن غير مونتجمري وات. مونتجمري وات يعني أقر بأنه النهضة مستمدة من الثقافة الإسلامية والعربية في أصولها، ثم حدث تطوير لهذه الثقافة. طبعا أنا ذكرت في محاضرات سابقة أن دولة المدينة كانت مثال للعدل والتكافل والشورى، وديل معاني ضخمة جدا تحتها أشياء واسعة للغاية. يعني التكافل ضمانات اجتماعية وطمأنينة اجتماعية، والشورى معناتها ما بيحصل شيء مفاجئ لك، لأنه إذا داروا أي تغيير في الوضع لابد أن يتشاوروا، فإذا ما تشاوروا فإنت بشكل أو آخر ستكون شريك فيما اتخذ من قرار. الأمر الثالث وهو العدل، والعدل ده يعني أساس الحياة. إحنا عندنا في الأثر بنقرأ كلنا قرينا حكمت فعدلت فنمت نوم غرير العين هانيها، لما الرأي جاء ولقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نائما تحت ظل شجرة وهو أمير المؤمنين بلا حراسة ولا كده، وده كان من الفرس، منطقة الفرس والروم. فالشاهد أنه أورث يعني الثقافة الإسلامية دي تستحق والله مننا كل اهتمام وتقدير، لأنه الأوروبيين بعد أن بحثوا في هذه الثقافة وبحثوا في هذه المنظومة الحضارية توسعوا من بعد القرن الخامس عشر، وبدأوا يفكروا كيف ينظموا أنفسهم من
الهمجية إلى الدول الموجودة إلى يومنا هذا، ومن النظام الذي يقوم على الاستبداد إلى نظام يشرك فيه الناس أو يشترك فيه الناس ولو بصورة محدودة. دي كلها أفكار أصولة موجودة عندنا، شورى بينهم. أوروبا بعد ذلك نهضت نهضة ممكن نسميها نهضة متوثبة سريعة جدا، واكتسبت الخبرات والتقنيات، وفي القرن الثامن عشر يعني 1700 وانت ماشي إلى يومنا هذا حدث التحول الضخم للغاية في الحياة بما يعرف بالنهضة الصناعية، ذلك الإنجاز الاقتصادي الذي بدأ من بريطانيا ثم انتشر إلى كل أصقاع الحياة أو كل أصقاع المعمورة. إيه أدى النهضة الصناعية؟ بدأت في إنجلترا ومنها اتسعت إلى العالم. النهضة الصناعية استصحبت معها طبعا الآلة بدأت تشتغل أو تحل محل الإنسان. لما بدأت الآلة تشتغل وتحل محل الإنسان اتسع المنتج، أصبح المنتج بدل واحد بقوا عشرة. بعد ذلك تكونت الثروة وهنالك من يقومون بالعمل لأجل الإنتاج، فبدأوا يفكروا كيف أن لهؤلاء الناس أن يعيشوا قريبين من أصحاب الرساميل أو رأس المال، لأن النظام الاقتصادي قائم على أنه من يملك المال يملك الآلة. ثم بدأوا يفكروا كيف نصل إلى معادلة نزم بها الحياة، أنه في رأس مال ضخم وأنه في آلة وأنه في إنسان يدور هذه الآلة وينتج وتطلع ثمرة. فقربت بين هذه الحلق أنتج نظاما يعرف إلى يومنا هذا بالنظام النقابي، يعني لحماية حقوق الفئة الضعيفة وهي العاملة، والموازنة بين الفئة الضعيفة العاملة والفئة الرأسمالية المالكة، ليصل المجتمع إلى ما ذكرناه قديما أو ذكرناه في المحاضرات السابقة وهو شيء من التكافل. عشان ما يصلوا إلى هذه المعادلة يحتاجوا إلى أكثر من قرن، يعني 100 سنة من المد والجزر، وخلالها تكون الثروة ضخمة، تكون وجود ضخم، وكان يملكهم أحدهم. فإذا أخذنا مثلا بريطانيا كان ملكة يملك، وهو تنازل بعض الشيء عن ملكه المطلق إلى فئة تدير معه ملكه المطلق اسمها طبقة النبلاء. وبعدين طبقة النبلاء توسعت أو تنازلت عن شيء من سلطاتها وممتلكاتها وحقوقها وكذا إلى فئة أوسع، هي فئة سميت بالنيابة. النيابة بمعنى إنابة القطاع الواسع من الشعب عبر مؤسسة تمثل فئات مختلفة، فاللي هو البرلمان، وأصبح البرلمان ثم طبقة النبلاء ثم الملك هي مؤسسات الدولة، مع وجود رأس المال والآلة الصناعية التي بدأت تدور أصبحت هنالك يعني نهضة حقيقية ونهضة قائمة على أسس. هذه الأسس هي بالجملة نظام رأسمالي، دولة قومية، وطريقة للحكم بذات القدر. بدأ البحث في سبل ووسائل تنفيذ العدالة. ذكرت لكم أنا قبيل أنه دي كلها ثمرة للهدي النبوي أو ثمرة للثقافة الإسلامية الواسعة. بعدين إن شاء الله في المحاضرات يمر علينا أنه الإمام مالك كان يعمل بعمل أهل المدينة،
القانون الإنجليزي إلى يومنا هذا يأخذ بنظام السوابق. نظام السوابق هو عمل أهل المدينة عند الباحثين. بعدين عندنا الإمام أبو حنيفة في محاضرات لاحقة إن شاء الله نلاقيه. الإمام أبو حنيفة كان يعتمد على الرأي فيتسع في تحليل الأمور، فبنى بذلك فقها حنفيا واسعا. هذا الفقه الحنفي الواسع إلى حد كبير في ظل الفقه اللاتيني. الفقه الدنيا الآن المعمورة الآن مقسمة فيما أظن على ثلاثة أنماط من الفقه: الفقه الأنجلوساكسوني، الفقه اللاتيني، والشريعة الإسلامية. هذه هي شرائع الدنيا. الشريعة الإسلامية هي الأصل، ونحن عايزين ندلل بالقرائن كيف استفاد الغرب من حصيلة ثقافتنا وأسس عليها نهضته. النظام الإسلامي في الاقتصاد ده إن شاء الله في محاضرات لاحقة نتكلم عنه، ولكنه يعترف بالملكية لا أبالك، يعترف بالملكية بمعنى أنه يعني في هنالك الملكية الخاصة وهنالك الذمة المالية. وذكرت لكم أنه أبو حنيفة اتسع في فقهه، ويقال أنه فرنسا أشبه ما تكون بالفقه الحنفي، وإنجلترا أشبه ما تكون بالفقه المالكي، وهكذا بحث الناس ودققوا. بعدين أنا عايز أركز على أن الناس لو استطاعت يعني تبحث في النت وتجد مونتجومري واط وما كتبه مونتجومري واط عن كيف تأثرت أو كيف انتقلت الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا وأنارت لها طريقة، حتى أنه هم بنفسهم كانوا يسمون عهود الظلام. عاوزين نقول أن النظام الرأسمالي الموجود في أوروبا سرع التنمية. النظام الاقتصادي الرأسمالي جعلته الثورة الصناعية اللي نشأت في القرن 18 منتجا بصورة لم يعهدها الإنسان. أصبح عندهم إنتاج كثير. والأمر الثاني الذي اعتمدت عليه في نهضتها هو النظام الليبرالي اللي هو أطلق العنان في داخل الدولة القومية أو الرقعة من الأرض اسموها الدولة القومية. بعدين الدولة القومية ظهرت عند الإنجليز كثير أو عند بريطانيا كثير، لأن بريطانيا جزر معزولة كثير عن العالم، فالرقعة بتاعتهم اسموها الرقعة القومية، يعني إقامتك في هذه المنطقة ما وفقا لما تعتقده، إنما وفقا إلى ما تنتمي إليه من مؤسسات موجودة داخل هذه الرقعة من الأرض. بعدين أوروبا كلها اعتمدت على نظام رأسمالي وليبرالية، واعتمدت في الآخر على ما أسميه باليغضة الثقافية. اليغضة الثقافية دي يعني وسعت أو أتاحت للعقول أن تنتج الأفكار وأن تبحث فيها، ودعم الباحثون أيما دعم، ودعم المقترحون الذين يقترعون الأشياء، يعني اللي هم المبدعين دعموا في كل المجالات، في الرسم وفي الرسم الهندسي وفي تشكيل الجمال على الشوارع وعلى الجدران والحيطان وعلى النحت وعلى الفنون وعلى كل ما ينتجه العقل الإنساني. هذه السعة وعدم الضيق أنتجت مجتمعا جديدا مختلفا تماما عن ذلك المجتمع الذي كان قبل أو في عهود الظلام. بعدين إذا إحنا عايزين نقفز بسرعة على هذا، نقول أنه ده وصلنا إلى القرن يعني سنة 1800 وما بعدها
بدأت هذه الدول بعد أن حققت مال وإنتاج صناعي واستقرار سياسي واقتصادي، بدأوا يفكروا في غزو العالم من حولهم، فأنتجوا أو الفترة دي عرفت بفترة الاستعمار. بدأوا يدخلوا إلى المناطق من حولهم كلها في المعمورة، فاستعمروا كثيرا من الدول وأعادوا تصدير ما ثقفوه من المسلمين بشكل مختلف، وأصبحوا هم مالكين لما أنتجوا من فكر وثقافة. دائما أحب أضع خط تحت كلمة ثقافة، ودائما أركز على أن الفكر والثقافة هما اللذان ينتجان الحلول والتطور في الحياة. يعني أنا بدعو دائما أبنائي وكل الطلاب إلى أن يهتموا بكلمة الثقافة دي جدا، لأنها كلمة في غاية الخطورة. والآن موجود في حياتنا الآن غزو ثقافي، والغزو الثقافي أخطر من الغزو اللي هو الغزو الفكري، والغزو الثقافي أشد مضاء من السيف المهندي. أقول بأنه بعد ذلك، بعد هذه النهضة الواسعة، اتجهوا نحو العالم من حولهم فاستعمروا، ثم نشأت بعد ذلك نقلوا فكرهم وثقافتهم إلى الدول التي استعمروها، فأنشأوا كتلا من الناس أو مجموعات من الناس وجدت نفسها في الثقافة الحديثة التي دخلت إليهم، وانعزلوا عن مجتمعهم، ثم فجأة نهضت تلك الدول واستقوا من أصولهم وتصارعت، لأن كل واحد فيهم عنده أصول في حضارته قديمة ما بينفك عنها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان أو دوابه. فالشاهد في ذلك أنه نشأ عراك وحوار ورفض وغير ذلك، إلى أن انتهت تلك الفترة الاستعمارية بما يعرف بالاستقلال في كل الدول التي استعمرت. وعندنا نحن في السودان يعني هذه فترة مشهودة غيرت حياتنا وغيرت مشهدها، وأدخلت علينا بوادر النهضة الصناعية، واستفدنا جدا من تلك الفترة. ومش يعني أنا داير أقول إنه إحنا ما بنتكلم عن أشياء ما موجودة في الحياة، يعني إحنا عرفنا القطار أو عرفنا السكة حديد بدخول هؤلاء الناس، لأنهم القطار البخاري هو واجهة من واجهات النهضة الصناعية آنئذٍ، وطريق السكة الحديد واجهة من واجهات النهضة الصناعية وقتئذ، وعرفنا السدود أيضا أو الكباري، كلمة كبري دي جاية من عرفنا السدود، القناطر التي تربط بين طرفي النهر أو طرفي منطقتين غائرتين بالنهضة التي أتت إلينا من المستعمر. ثم رفضنا ما يحمل من فكر بعد أن بدأ يوغل إلينا فكره ويمحو ما عندنا أو يؤثر على ما عندنا من فكر. في المحاضرة الجاية، وهي إن شاء الله نشوف المشاكل التي واجهتها الثقافة الغربية وما أدت إليه النهضة، لأنها كسب إنساني. والله تعالى أعلم، وإلى اللقاء.